بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدتي الرئيسة أخواتي عزيزاتي نساء العالم من هذه القارة وكوكب الأرض إخواني أخواتي عزيزاتي في المقاومة الإيرانية أحييكم تحية أخت وأحمل لكم محبة الشعب المغربي الذي يقدر عملكم ويؤمن بنضالكم أود أن أتقدم بهذه المناسبة ألا وهي 8 مارس وهو عيد المرأة العالمي لكل نساء العالم في كل القارات ومن هذا الكوكب ولكم أيضا أقول لكم كل سنة ونحن أحسن من السنة الماضية وبمناسبة هذا اليوم واختياركم لكون المرأة كقيادية سياسية وهو موضوع جيد أهنئ السيدة مريم رجوي وكل النساء الناشطات في المقاومة الإيرانية التي يناضلن منذ قرابة 4 عقود بوجه حكم ديني متطرف يقمع النساء عشرات الآلاف من هؤلاء النساء قد ضحين بحياتهن في هذا الدرب وحققنا إنجازات رائعة في مجال المساواة بين المرأة والرجل في حركتهن واسمحوا لي سيداتي سادتي إخواني أخواتي أن أتقدم بالشكر الجزير لحكومة والشعب الألباني على هذا اللقاء في ألبانيا وهذا القرار ليس بالسهل أن تحتضن ألبانيا لقاء من هذا النوع لقاء سياسي كبير إنه شجاعة من حكومة ألبانيا وشجاعة من شعب ألباني مثل الشعب الألباني وبالأمس حاولت أن أتلقى مدينة تيرانا واقتربت من الشعب الألباني ورأيت فيه كريم شعب كريم شعب الذي عانى كثيرا من الاستبداد ومن الاستعمار لهذا السبب موقفه اليوم مع المقاومة الإيرانية لن ينسى أبدا وإنه شجاعة سياسية على الصعيد الدولي وقد اشتريت البارحة بالأمس لباس من الزي التقليدي الألباني يسمى جلبكة وهو مبادرة مني أنا كمغربية أن ألبس هذا اللباس في بلدي وأن أكون سفيرة لنوايا الحسنة لبلدكم لقد كنت في السابق وزير التعليم غير النظام بالمغرب وكنت أشاهد حرمان النساء في مجال التعليم وما يتبعه من حرمانهن من حصولهن على حقوق متكافئة في المجتمع للنساء من جهة وأخرى ومن جهة أخرى النساء طبعا هن ضحيات العنف في كل مكان بينما الدفاع عن حقوق المرأة هو جزء مهم من الدفاع عن حقوق الإنسان وأقوى سلاح تواجه به المرأة الاستبداد والعنف والظلم هو التعلم إن النهوض بأوضاع المرأة في المغرب يشكل انشغالاً مستمراً لاعتبار الدور الأساسي الذي تلعبه في التنمية المستدامة ولقد بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير سواء كان على المستوى التشريعي والمؤسساتي أو على مستوى الاستراتيجية الدولة بأكملها والمجتمع المدني كافة
وبالسياسات العامة من أجل تعزيز مبدأ المساواة والعدالة الإنسانية. لكني الآن أقف وأقول بأن الوضع لم ينحل تماماً، وأن أمامنا مثلنا ومثلكم، وحتى بالنسبة للفرنسيات والألمانيات والسويسريات، لا زال هناك مشوار كبير، لأن هناك فقط في المغرب تمثيلية 12% من ولوج النساء لمناصب المسؤولية. المغرب في الوقت الذي يفترض الدستور الذي الآن موجود أن تكون النسبة 50%، فشتان بين ما جاء في الدستور وما هو مرسوم على الواقع. وقوف الرجال اليوم سيدتي، عندما وقفت وتكلمت عن 1000 نساء موجودين هنا، أقول لك أنك استطعت أن تكسبي قلوب الرجال. 1000 رجل هنا موجود وخارج ألبانيا وخارج إيران وبإيران وفي كل المناطق بالعالم. الآن نحن تجاوزنا الكلام عن المساواة بين الرجل والمرأة في بداية الألفية الثالثة. كل الدساتير الدولية تقر أن المرأة لها نفس الحقوق ونفس الواجبات مثلها مثل الرجل، لكن نتحاور يوم ونناضل من أجل تقرير هذه المساواة، لكن نضالنا هو تفعيل هذه الدساتير. أنا أتساءل اليوم، لماذا عندما نحتاج لأصوات النساء في الانتخابات تطرق الأحزاب أبوابهن وتبحث عنهن وتلتمس وتترجاهن، لكن عندما يتعلق الأمر بترشيحاتهم وتمثيليتهم في مراكز القرار توصد في وجههن الأبواب وتحاربن من طرف الرجال وغالباً أيضاً من طرف النساء؟ المسألة في نظري مسألة تربية وتعليم، مسألة ثقافة. علينا أن نتسلح وتتسلح المرأة بأكبر سلاح هو العلم الذي تحارب به الظلمات والجهل والعنف والتهميش. إن الملاحظ بأسف أن نسبة تمثيلية المرأة كناخبة مرتفعة بالمقارنة مع أنها مرشحة، لكن بالرغم من ذلك طبعاً الرأي الاستطلاعي يقول بأن هناك تحسن وهناك تطور، لكن لا زالت تواجه المرأة قضايا كبيرة تعرقل مسيرتها التنموية إلى جانب الرجل. قضية الأمن وسلامة المرأة، قضية الاستقرار، الحروب الأهلية التي تواجهها، التطرف، الفقر، التحرش، جهل المرأة، محاربة العنصرية. علينا أن نكف عن أن نقول هذا أمريكي أو هذه أمريكية وهذه أفريقية، هذه كردية وهذه عربية، هذا أسود وهذه شقراء، هذا مسلم وهذا يهودي. علينا أن نناضل من أجل كل أنواع التمييز والعنصرية. أما بالنسبة للباس المرأة أخواتي إخواني، فقد تجاوزته، وهو يعتبر حق من حقوقها، وأعتبر المناديل التي على رؤوسكم حجاباً يجعل المرأة لها مبدأ من المبادئ. لكن الحجاب الذي علينا أن نحاربه هو حجاب الظلمات، حجاب القهر، حجاب التهديم. إن إشراك المرأة لا يعد الآن مطلباً بل يعتبر شرطاً أساسي لبناء المجتمع والمساواة والسلم. إذن ماذا حصل عزيزاتي أعزائي حتى يصبح الآن عدنا إلى الجاهلية في المشرق، وأصبحت تؤد الفتاة والطفل والمرأة تحت الأنقاض. ماذا حصل حتى تغير الحال وتم التراجع عن المبادئ والقيم الإنسانية الإسلامية الحقيقية؟ إنه التسلط،
إنه الأنانية والوصولية. لقد دمر التسلط والتجبر بأشكاله المتنوعة، دينية أو اقتصادية أو ثقافية، حتى إمكانية الانتفاض عليه وتغييره. نضال المرأة سيداتي سادتي ليس نضال من أجل أن نتحول إلى ذكور. نحن لا نريد أن نكون ذكوراً، ولكننا نحترمكم أنتم الرجال الذين تجلسون أمامنا، ونحارب من أجل ونناضل من أجل قضية واحدة. لكن هناك نماذج من الذكور، لا أتكلم عن الرجال، الذين تخيفهم المرأة القيادية leadership، مثل القيادية مريم رجوي، لأنها تشكل خطر على المستبدين بالسلطة، وعلى رأسهم الفقيه الملالي في الانتخابات الرئاسية. نهم يعني إن قوتكم إخواني أخواتي ليست في كونكم مقاومون، ليست في كونكم منفصاليون، وإنما مقاومون. أنتم لا تطالبون باستقلال جهة أو مكان من إيران، وأنتم لا تريدون تشتيت هذا البلد العزيز، وإنما تطالبون بالاستقلال، استقلال إيران، ولا تشتيت الشعب، وإنكم تقاومون من أجل الوطن، ومن أجل الحرية، ومن أجل الكرامة والديمقراطية. على الملالي أن يختار وأن يختار ويقرر، إما أن يكون رئيساً لدولة محترمة مثل إيران، أو أن يكون ملكاً، وفي كلا الحالتين عندما يختار أن يكون رئيساً لجمهورية أو ملكاً، عليه أن يمتثل لإرادة الشعب وأن يطبق الديمقراطية، كما هو في الحال في دول محترمة ملكية أو جمهورية. سواء كان الأمر يتعلق بالملكية أو الجمهورية، فإنه يشترط أن يعطي الكلمة فيه للشعب، وأن يحترم إرادتهم، وذلك ليس بالترهيب والتهديد كما هو الحال الآن، وإنما باكتساب حب وثقة الشعب، فإن ذلك أقصى مستوى للعدالة الإنسانية. وطبعاً لن يجد الشعب الإيراني أحسن من قائد على إيران من مريم رجوي. إن الملالي لا يريد أن يكون رئيساً، ولا يريد أن يكون ملكاً مقتدراً أو محبوباً، إنه يريد أن يكون ظل وخليفة الله في أرضه، وهذا بطبيعة الحال يتنافى تماماً مع مبادئ إسلامنا الحنيف، ومع حتى كل الدساطير الدولية. واسمحوا لي بالمناسبة أمامكم أن أقف بافتخار واعتزاز لملكي جلالة الملك محمد السادس نصره الله ملك المغرب، الذي كسب محبة الشعب وطبق الديمقراطية لحد الآن، وعندنا أحزاب سياسية مقتدرة ولدينا معارضة، وأتمنى أن يكون المغرب قدوة بالنسبة لدول كثيرة. واليوم عزيزاتي أعزائي، لبست فستاناً بلونين هم رمزين تحملهما في مقاومتكم الإيرانية، اللون البنفسجي واللون الأصفر. هاللون البنفسجي يعتبر رمزاً للأمل، واللون الأصفر يعتبر رمز للشمس التي ستشرق غداً. شكراً لكم، وإلى اللقاء قريباً في طهران.